করতে হবে, আমরা বিতরের দুই রাকাত পরে সালাম ফেরাবো, তৃতীয় রাকাতে রুকু থেকে উঠে কুনুত পড়বো, কুনুত। তৃতীয় রাকাতে রুকু থেকে ওঠার পরে আমরা কুনুত পড়ার পরে সিধা সেজদায় চলে যাব। আমরা আমাদের যারা মা বোনরা আছেন হয়তো ওনারা না দেখার কারণে বুঝতে পারবেন না, তাদের জন্য বলছি তৃতীয় রাকাতে সালাম ফেরার পরে তৃতীয় রাকাতে দাঁড়াবো। কেরাত পরে রুকু করার পরে সামি আল্লাহ লিমান হামিদা বলার পরে আমরা দোয়া করব, দোয়ার পরে সিধা সেজদায় চলে যাব ইনশাআল্লাহ। الله اكبر سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. Thank you.
سميع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا رمضان اللهم اجعلنا فيه من المقبولين وإلى جناتك سابقين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد بالكافرين ملحق اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اشفنا اللهم اشفنا لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا واشف مرضى جميع المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাআফু আন্না হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকিল নিমাল মাওলা ওয়া নিমান নাসির وَصَلَّى اللَّهُمَّ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. الله أكبر. আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার,